نوع ديال الافلام اللي تيكونوا فيهم دي سوبر ايرو تيخص لابد يكون لاكتور واعر بزاف. فمثلا تنشوفو سبايدر مان او لا يعني لو جونغ اللي تتخدم عليه مارفل، دائما تدير لينا السوبر هيروز وهي ديجا عندها هذوك لي زيستوار، عندها الستوري بورد ديال دوك الافلام اللي خدمات، يعني ماشي بالنسبه لها ماشي كيف ما تيتصحابوا الناس راه حاجه جديده ولا نو. داكشي من شحال هادي هو كاين سبايدر مان، شحال هادي هو كاين هادوك كاع دوك لي بيرسوناج اللي ما عارفهمش كاملين اللي في مارفل بحال ايرون مان، يعني هما ديجا كانوا على شكل بون ديسيني. داك الشيء باش فين تتفرج في فيلم كيجيب لك الله بحال كتقرا شي ستوري بورد، يعني الطريقه كيفاش مخدومه ديفرنت على الافلام الاخرين. وباش يكون سوبر هيرو يعني الفيلم ديالو ينجح خاص ضروري لاكتور يكون يجي معاه داك الدور، يعني مشاري يكون تعرف مثل مثلا ما تنظنش غادي تخيل ليوناردو دي كابريو شاد شي دور ديال الهيرو، حيتش كنظن ما غاديش يجي معاه واخا هو ممثل واعر. يعني ما تعنيش انك انت ممثل واعر ولا جوني داب مثلا غنعطوه سوبر هيرو وغيولي تا هو ينقذ ويطير في السماء،